عرفتش احكي لحد الان، انا فعلا ما كنتش فاهم اي حاجه. انت كنت صغير فاكيد ده ما حصلش يعني، وانت ولد الحاجات دي ما بتحصلش للولاد. في الصعيد البيت بتاع البيت بتاعنا ففي مضيفه، دي زي قاعه كبيره الختان هيحصل فيها، وكل الناس اللي في العيله جت، خلاني بحرمهم بعيالهم بعماتي بعمامي، كان حدث فرحانين ان في حاجه حلوه بتحصل. يعني مثلا لما افتكر وانا صغير كان عندي تقريبا 8 سنين، مرات خالي كانت دايما بتبهدل بنتها عشان قاعده على البحر فاتحه رجلها، رغم ان انا وقتها كنت بجري على البحر بلبوس وهي كانت قلبي. مش عايزه اسمع صوتك، مش عايزه نفس، انا كنت دايما ببرر حتى لما يضربني، حتى لما عرف واحده عليا كنت باجي على نفسي وبسكت. فاكرة عمري ما انسى في حياتي المشهد ده، وهو ليه فوق راسي وهو عايز كده لي شعري خالص، سايبه شعري طويل وضربني بالشلاليت في بطني. وساعتها سمعت بابا بيقول له دي بنت قلة الأدب ممكن تكون متجوزة أصلا. واللي أنا لسه عارفاه إن في حتة من جسمي اتاخدت غصب عني.